عايزه اقول ان انا يا جماعه والله مش ما كانش في دماغي كل اللي حصل ده. وانا بحب فعلا الزمالك وبحب جمهور الزمالك جدا يعني انا اصلا من عيله فنيه مشهوره ومش محتاجه كده، بس انا مبسوطه من الناس اللي بيقابلوني في الشارع وعايزين يصور معاكي يا احلى مشجعه، ومبسوطه من اللقب اللي خدته ده طبعا، ليه الشرف طبعا ان انا خدت لقب بغض النظر عن اللقب الثانيه ومزه والصافينون، لا حسناء الزمالك اللقب ده طبعا شرف ليا. وشكرا بجد للناس اللي بتدافع عني وبتحبني كده وكل الفور اللي جالي ده، فمرسي يا جماعه ومرسي ليكم لان انتوا دمكم خفيف جدا وانا جننتكم، بس ربنا يخليك بقى كده مشهوره يا رب، ربنا يخليك يا رب، تسلم.